السلام عليكم، يعطيكم العافية، معكم خالد النجار. إن شاء الله صراحة نبلش بموضوع جديد اللي هو موضوع الـ New Functions from Old Functions. إيش يعني New Function وإيش يعني Old Function؟ الـ Old Function اللي هو الاقتران الرئيسي اللي أنت المفروض تكون تعرف ترسمه، اللي هو الاقترانات الأصلية اللي هم زي كيف مثلا اقتران f الـ x يساوي x، أو f الـ x يساوي x تربيع، أو x تكعيب، أو جذر الـ x إلى آخره. هذول الاقترانات الرئيسية المفروض تكون انت داخل هذا السكشن بتعرف ترسم هاي الاقترانات. على اساسها اي تغير راح يصير على هذا الاقتران راح يصير نيو فانكشن، وبالتالي بتقدر تعرف ترسمه من خلال الرسم الاصليه لإله. تمام، فانت المفروض تكون تعرف رسمات او اهم رسمات الاقترانات، ان شاء الله راح يكون موجودين في لينك على الديسكريبشن اسفل الفيديو. طيب شو هم التغيرات اللي بتصير على الاقتران حتى يصير نيو فانكشن؟ عندي ثلاث تغيرات مطلوبين معي في هاي الماده. اول تغير اللي هو الشيفتنج، او بمعنى اخر اللي هو الترانزليشن. شو هو الشيفتنج؟ اللي هي الازاحه، بصير له شيفت يا اما يمين شمال او فوق وتحت، راح نشوف كيف عمليتها، زائد او ناقص رقم. تمام، الريفليكشن اللي هي الانعكاس. شو عمليه الريفليكشن؟ اني اضرب بسالب، إذا ضربت بسالب يا إما بينعكس حوالين الواي يا إما بينعكس حوالين الإكس أكسس. الستريتش عند الشرينك اللي هي التقلص والتمدد، الشرينك اللي هو التقلص والستريتش اللي هو التمدد. هاي عمليتها إني أضرب برقم، إذا الإزاحة أجمع أطرح رقم، الإنعكاس أضرب بسالب، التقلص والتمدد إني أضرب برقم. طيب كل واحدة راح نشوف شرح كامل عنها. نبلش بأول واحدة اللي هي أول تغير اللي هو تغير الشيفتنج. تغير الشيفتنج زي ما حكينا هي بلس ماينس رقم. تمام، بنلاحظ هنا انا عندي بلس ماينس رقم، لكن امرات البلس ماينس الرقم بيكون خارج الاقتران زي اول اثنين، وممكن زائد ناقص رقم داخل الاقتران زي اخر اثنين. اذا هنا نقدر نحكي انه هنا شو التغير؟ خارجي بالنسبه للاقتران. وهنا شو بنقدر نحكي؟ التغير داخلي. ليش انا بدي ادخلك بهذا الموضوع انه هذا تغير خارجي وتغير داخلي؟ عشان تحفظ هاي الجملة وما تنساها بالمرة، إنه أي تغير خارج على الاقتران يؤثر على الرينج. تمام، وأي العكس، أي تغير داخلي على الاقتران يؤثر على مين؟ على الدومين. يعني إذا عملت تغير داخل على الاقتران راح يتغير الدومين تاعه، ما حيتغير الرينج. إذا عملت تغير خارج على الاقتران راح يتغير الرينج تاعه، ما حيتغير الدومين. فمنيجي هون F الاكس بلس سي وF الاكس ماينس سي، حكينا تغير خارجي صح؟ تغير خارجي إيش حكينا بيأثر؟ بيأثر على الرينج. تمام، فحتى يتأثر الرينج بتتوقع أنه يكون الشيفتنج فوق وتحت واليمين وشمال؟ أكيد فوق وتحت، لأنه فوق وتحت راح يتغير الواي أكسس، وبالتالي حيتغير الرينج. إذا F الاكس بلس سي راح يصير له شيفتنج upward للأعلى. قد ايه مقداره؟ مقداره سي يونتس. تمام، بالنسبة للي تحت F الاكس ماينس سي راح يصير له شيفتنج downward للأسفل بمقدار سي يونتس. تمام، F الاكس بلس سي من جوا، بما انه من جوا راح يتغير مين؟ الدومين. بتغير الدومين اذا راح يمين وشمال، عشان هيك راح يتغير الايش؟ الاكس اكسس، قيم الاكس. اذا هاي شيفتنج، بما انه بلس سي، دائما شوف اي شيء بيصير جوا الاقتران عكس المنطق، ما راح تفكر انه راح يروح على اليمين، لا هو شيفتنج تو ذا رايت، شيفتنج تو ذا رايت، او عفوا تو ذا ليفت، ما راح يروح على اليمين راح يروح على الشمال. شيفتنج تو ذا ليفت مقداره كم؟ سي يونتس. هون الماينس راح يكون شيفتنج to the right مقداره c units. طب خلينا نشوف كيف ممكن يكون خارج الاقتران كيف يكون داخل الاقتران. نشوف هذا السؤال sketch. طبعا اغلب هذا السكشن سكشن رسم يعتبره، انك كيف ترسم هاي الاقترانات. بدنا نرسم جذر الـ x plus 1، جذر الـ x minus 1 وكلهم من برا، وبعدين نرسم إذا كان التغير داخلي plus 1 و minus 1. هيك شفتوا كيف لاحظنا أنه هون التغير خارج الاقتران، هون التغير داخل الاقتران. قبل ما أرسم هاي الاقترانات بدي أعرف أول شيء أرسم كيف رسم الجذر الـ x اللي هو الاقتران الـ old function، الاقتران الرئيسي. إذا هاي هي رسمة جذر الـ x، هاي مين؟ جذر الـ x. طيب مين بدي أرسم؟ بدي أبلش بجذر الـ x plus 1. جذر الـ x plus 1 التغير من برا، وبلس 1 اذا شو راح يصير فيه؟
اذا التغير خارجي shifting upwards units، اذا راح اطلع لفوق مقدار كم؟ مقدار اللي انت جمعته، جمعت واحد، اذا راح تطلع لفوق مقدار واحد، هاي واحد. شفتوا كيف؟ زي كأني مسكته وعملت له شيفتنج زي ما هو. إذا هذا هو جذر الإكس ومن برا بلس 1. جذر الإكس ماينس 1 من برا إذا راح ينزل لتحت بمقدار واحد. إذا هاي ماينس 1. تمام؟ هاي هي جذر الإكس ماينس 1. إذا حاب تعرف شو هاي النقطة عادي عوض مكان الواي 0 هون واعرف شو قيمتها بالإكس. راح تكون قديش هاي؟ راح تكون واحد. تمام؟ طيب نيجي هلا على مين؟ لما يكون تغير داخل الاقتران. داخل الاقتران جذر الاكس بلس 1، بما انه داخل وجمعت واحد حكينا اي شيء داخلي بتجمعه راح يروح للشمال. فاذا انا راح اروح على الشمال مقدار كم؟ بمقدار واحد. خلينا نرسم مره ثانيه، هي جذر الاكس تمام؟ بدي اروح مقدار واحد على الشمال وارسم جذر الاكس. تمام، هذا هو جذر الاكس بلس 1. واذا بدي اروح على اليمين راح اكون هاي واحد وهي هي جذر الاكس ماينس 1. شفتوا كيف؟ يا بروح يا على اليمين يا على الشمال وبرسم الاقتران. تمام، طيب هون اذا كيف بدي اعوضها؟ بعوض مكان الاكس صفر، بقدر اعرف انه هاي النقطه هي واحد. تمام، فمش اشكالياتنا اذا بقطع الواي اكسس اكس اكسس بنقدر نعرف الاقتران وين نقطع. طيب هاي هي بالنسبة لهذا السؤال، كيف نرسم سكتش إذا كان تغير خارجي وتغير داخل الاقتران. طيب نشوف نوع ثاني من الأسئلة. شوف هذا السؤال، طبعا هاي كلها الأسئلة اللي بيجيبوا زيها. FX يساوي X تربيع، معطيني was translated. شو يعني translated؟ حكينا translated هو نفسه معناها shifted. إذا راح 2 units to the right، يعني لوين؟ لليمين. Then بقول لي صار في تغير آخر shifted 4 units upward، إذا صار له إزاحة 4 units إلى الأعلى. What is the new function؟ إذا أنا عندي هذا التغير الأول إنه 2 units to the right وإنه shifted 4 units إلى الأعلى. What is the new function؟ طيب أول شيء ببلش وحدة وحدة. واحد أول شيء شو صار له؟ shifted 2 units to the right، يعني F الـ X من برا ولا من جوا؟ to the right، إذا من جوا، ومن جوا راح على اليمين، إذا زائد ولا ناقص؟ لا راح يكون ناقص. تمام، هيها حكينا إذا f x ناقص إذا راح إلى اليمين. تمام، إذا f x ناقص شو؟ ناقص قديش المقدار اللي هو 2 units. بمسك ال x ناقص 2 وبحطها مكان ال x، زي لما تعوض مثلا f ل 2 راح تحكي 2 تربيع. بمسك ال x ناقص 2 وبحطها مكان ال x، راح تصير x minus 2 الكل تربيع 2. then shifted 4 units upward من برا لانه فوق وتحت، اذا راح يتغير الرينج، اذا راح يكون تغير خارج الاقتران. f في الاكس زائد ولا ناقص؟ زائد، لانه شو؟ upward، اذا زائد 4. مين هو f في الاكس؟ لا تفكر انه اكس تربيع هون، بس هي الفكره. f في الاكس هي نفسها اخر واحد انت وصلت له، اخر واحد وصلت له بتحطه مكانه، هاي x ناقص 2 تربيع بلس 4، هي بلس 4. وهيك انا انهيت حل السؤال. اذا الاكس تربيع لما صار فيه هذول التغيرين صار شكله اكس ناقص 2 الكل تربيع زائد 4. تمام، طيب نشوف سؤال ثاني. هذا السؤال العكس. هلا بقول لي وات هابن تو اف الاكس يساوي اكس تربيع حتى صار عندي جي الاكس يساوي اكس تربيع زائد 4 اكس زائد 1. هذا هو الاقتران القديم الاولد فانكشن، صار عليه تغيرات هم اللي راح اعرفهم هسه حتى صار هذا الاقتران اللي هو اكس تربيع زائد 4 اكس زائد 1. اول شيء انا فعليا ما بقدر اتعامل مع هذا الاقتران، ما بقدر اتعامل مع الشكل، لانه كم اكس انا عندي بهي الحاله؟ عندي اكس وعندي اكس، عندي 2 اكس بغض النظر عن التربيع، انسى لي اياها. عندي هي وحده اكس وحده اكس. انا ما بقدر اعرف شو صار بالاقتران بهي الحاله، انا بقدر اعرف اذا كان زي هيك. مثلا لو كان اكس وحده فيه بقدر اعرف والله انه راح 2 لليمين وانجمع له 4 لفوق. طيب كيف بدي اخلي هذا الاقتران التربيعي اللي شكله زي هيك يصير شكله زي هيك؟ من خلال اكمال المربع. اكمال المربع اللي هو completing square. اكمال المربع شو خطواته؟ انه يكون معامل اكس تربيع موجب واحد، وبهي الحاله موجب واحد معامل اكس تربيع، مزبوط. 2 بجيب معامل اكس بقسمه على 2 وبربعه.
الخطوة الأخيرة هذا القيم اللي أنت طلعته هون أضيفه وأطرحه، تمام؟ طيب خلينا نشوف شو يعني اكس تربيع زائد 4x زائد 1 بيعملها كمان مربع، معامل اكس تربيع موجب 1 انهيناها، معامل اكس على 2 قديش معامل اكس؟ 4، إذا بحكي 4 تقسيم 2 وبربعها، 4 تقسيم 2 2 تربيع، 2 تربيع قديش يساوي؟ 4. هاي الأربعة هذا المقدار شو راح أعمل فيه؟ راح أجمعه وأطرحه للإقتران، كيف حيصير في عندي؟ شو الإقتران؟ الإقتران هو اكس تربيع بلس 4x، بوقف هلا بضيف اللي انت بدك تضيفه اللي هو بلس 4 بهي الحاله، ماينس 4 مش حكينا بضيفه بطرحه زي ما هو، بلس 4 ماينس 4 ايش ضل في عندي هون؟ بلس 1، وهي بلس 1 هذا هو جي الاكس ويساوي. ليش انا هون ضفت؟ ليش انا هون دائما دائما الاشي بتضيفه بتضيفه اول اشي بعديها بتطرحه زائد 1، هاي العمليه احفظها حفظ، تمام؟ هذا المقدار انا راح احلله، ماينس 4 زائد 1 ماينس 3 حيظل ماينس 3، حكينا هذا المقدار من عند اكس تربيع لعند الأربعة موجب 4 راح أحلله، الاكس تربيع هي اكس في اكس، الأربعة هي 2 2، بما إنه هاي موجب بتطلع اللي وراها، إذا هاي موجب إذا هاي موجب موجب، لازم الإكمال المربع العملية تنتج عنه إنه هذا المقدار يكون نفسه هذا المقدار، عشان ليش؟ اكس زائد 2 في اكس زائد 2 بصير اكس زائد 2 الكل تربيع ناقص 3. لازم يطلعوا نفس المقدار، لأنه لو كان واحد منهم مختلف ما بقدر أجمعهم هذا الشكل، بما إنهم متشابهات قدرت أحطهم مرفوع لقوة 2، هاي هي عملية الإكمال المربع. طيب هيك بقدر أعرف شو صار بالإقتران؟ أكيد بقدر أعرف شو صار بالإقتران. من جوا ببلش واحد، من جوا ببلش بصير إيش؟ أطلع لبرا، الإكس زائد 2 كان إكس تربيع، هو هي الإقتران الرئيسي إكس تربيع، صار أول إشي إكس زائد 2، إكس زائد 2 انجمع له من جوا، إذا راح يروح يمين وشمال، بما إنه زائد إذا راح يروح للشمال، هاي شيفتنج تو ذا ليفت، كم المقدار؟ 2 يونتس. التغير الثاني انطرح له 3 من برا، من برا يعني فوق وتحت، صح؟ بما إنه ناقص إذا نزل لتحت مقدار كم؟ 3 يونتس، إذا شيفتنج 3 units downward، تمام؟ إذا هاي هي التغيرات اللي صارت على الإكس تربيع حتى صار هذا الشكل، تمام؟ هو إكس تربيع زائد 4 إكس زائد 1. ممكن يكون عندك شو؟ الشكلين بدهم إكمال مربع زي هذا الشكل، زي هذا السؤال، What happened to f x يساوي x تربيع زائد 4x زائد 1 to obtain g x يساوي x تربيع زائد 2x ناقص 1. شو بهاي الحالة راح أعمل؟ راح أعمل للاثنين إكمال مربع. طيب الأول x تربيع زائد 4x زائد 1، هي f x يساوي x تربيع زائد 4x زائد 1، وهذا لعنكو سؤال سنوات، x تربيع زائد 4x زائد 1 هذا للـ old function، هذا هو الـ old function، صار له تغيرات، صار عندي هذا الاقتران اللي هو النيو فانكشن، تمام؟ f x x تربيع زائد 4x زائد 1 شو يساوي؟ عملنا له كمان مربع بس بنفس الاشي باللي قبل، هي x تربيع زائد 4x زائد 1، شو كمان مربع كان ناتج عنه؟ x زائد 2 الكل تربيع ناقص 3، تمام؟ هذا الاولد فانكشن ما ننساش. طيب بدي النيو فانكشن اللي هو x تربيع زائد 2x ناقص 1 عمل له كمان مربع، حكينا معامل اكس تربيع موجب 1 خلصنا منها، معامل اكس قديش عندي بهي الحاله؟ 2 او موجب 2 بغض النظر عن الاشاره، انت ليش بالنهايه هيك هيك شو راح تربعه، اذا 2 معامل اكس قسمت على 2 اللي هي 1 تربيع قديش يساوي؟ 1، تمام؟ هيها ما تنسوا، هي معامل، هي خطوات الاكمال المربع، معامل اكس على 2 تربيع بدي اضيفه واطرحه، تمام؟ اذا راح اضيف اطرح 1 بهي الحاله، هي جي الاكس كان يساوي x تربيع زائد 2x، هلا شو حكينا؟ بس بوقف بما اوصل لهون بجمع اللي انت بدك تضيفه، هاي موجب 1 وهي ناقص 1، وشو كان عندي انا اصلا من الاقتران الرئيسي؟ ناقص 1، تمام؟ جيل x من عند x تربيع لعند اللي ضفته هاي المقدار هذا بحلله تحليل، شو تحليله راح يكون؟ هاي x وهي x، الواحد هو 1 و1، شو الإشارة راح تكون؟ بما إنه هي موجبة بتطلع اللي قبليها موجب، إذا موجب، لو كان اللي قبليها سالب بحط سالب سالب،
المهم نفس المقدار لازم يكونوا، ناقص واحد وناقص واحد ناقص اثنين، تمام؟ إذا صارت x plus 1 الكل سكوير minus 2، هذا هو جيل x. طيب شو صار بيناتهم؟ بين هذول الاثنين، حلو؟ هذا هو حكينا الأولد فانكشن وهذا النيو فانكشن، تمام؟ واحد شو صار بيناتهم؟ طلع من جوا كان x زائد 2، ركزوا معي هون خطوة كثير مهمة، كان x زائد 2 شو صار عندي هون؟ x زائد 1 شو صار فعليا؟ طرحت 1 من جوا، بما انه طرحنا 1 من جوا اذا شو راح يصير فيه الاقتران؟ حكينا اذا طرحنا من جوا هيو، اذا طرح من جوا راح يصير له شيفتنج تو ذا رايت، تمام؟ انت قديش طرحت؟ طرحت 1، كان x زائد 2 صار x زائد 1، اذا شيفتنج تو ذا رايت، هذا اصعب انواع الاسئلة، قديش مقداره؟ 1 يونت، لأنك طرحت 1. 2 شوف من برا كان ناقص 3 صار ناقص 2، فعليا شو عملت؟ فعليا جمعت 1، كان ناقص 3 جمعت 1 صار ناقص 2. المهم أهم إشي تفرق إنه هذا هو الأولد فانكشن وهذا هو النيو فانكشن، مش تعكس دير بالك، كان إكس ناقص 3 وصار إكس ناقص 2، إذا جمعت 1 من برا، إذا شيفتنج أبورد مقداره 1 يونت. وهيك بنكون احنا خلصنا موضوع الشيفتنج. الموضوع الثاني راح نبلش بموضوع الريفليكشن.